قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلًا وسهلًا بكم في هذا اللقاء المتجدد على مائدة القرآن بإذن الله. نلتقي مع برنامجكم الميسر في التلاوة بإذن الله تعالى. وصلنا في الحلقة الماضية إلى قول الله عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. واليوم مشيئة الله تعالى نقرأ ما تيسر لنا من سورة الحاقة من قول الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه، إلى الآية رقم 24: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هيا بنا أحباب الكرام نفتح كتاب الله تبارك وتعالى وننصت ونستمع للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وفي رواية ورش عن نافع: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يقول الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي. طبعا هنا الفاء حكمها الترقيق، فأما من، والميم حرف غنة مشدد لقول ناظم رحمه الله تعالى: وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. فأما من، ولا بد من إثبات حرف المد، المد الطبيعي لا تقوم ذات الحرف إلا به. فأما من، من أوتي إظهار حلقي لوقوع الهمزة بعد النون الساكنة. وقرأ ورش بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، حيث قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وحرك لورش كل ساكن ناخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. وهنا ولاحظنا مد الواو أربع حركات في مد البدل: منوتية، وهذا مد بدل حكمه عند ورش القصر والتوسط والإشباع، يعني الجواز.
وقرأنا بالتوسط من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها، كل هذا المدود طبيعية، بيمينه فيقول، هذه مد صلة صغرى لأن بعدها حرف غير الهمز، فيقول ها أم، هذا مد واجب متصل، اقرأوا كتابيه، وسبق نظيره هذا مد بدل أيضا قرأنا بالتوسط الورش، وكتابيه الوقف عليها بالهاء السكت، لو قرأ الإنسان كتابيه كذا أبدل الألف بهذه الطريقة، أبدل الهمزة الهاء ألفا كتابيه، وهذا خطأ طبعا، والصواب كتابيه الوقف على الهاء بالهمس. إني ظننت، هنا عندي حكمين، الحكم الأول حرف أغن مشدد النون، وكذلك ياء المدية تمد مقدار حركتين، إني ظننت، وهنا إخفاء حقيقي، ظننت لوقوع النون بعد النون الساكنة، نعم لوقوع التاء بعد النون الساكنة، إني ظننت أني، نفس الحكم السابق، ملاق حسابية، ملاق لابد من ترقيق اللام بهذه الطريقة، حسابية كذلك الوقف على الهاء بالهمس، فهو في عيشة راضية. وهنا ننبه أحباب الكرام على ضم الهاء ضمة كاملة، وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضمة، فهو في عيشة راضية، وإثبات حرف المد في عيشة راضية، وهنا إضغام بغير غنة كامل لوقوع الراء بعد التنوين، والراء وقع بعدها ألف مدية تمد بمقدار حركتين، وهذا أعلى مراتب التفخيم عند الراء، راضية كذلك الوقف عليها بالهمس، في جنة عالية كذلك حرف الغنة المشدد، جنة عالية حكمها الإظهار، والوقف كذلك على تاء التأنيث بالهاء، قطوفها دانية، مراعاة المد الطبيعي في الواو والألف، قطوفها دانية، نعم، كلوا واشربوا هنيئا، مد واجب متصل، قرأ حفص بالتوسط أربع حركات وبفويق التوسط خمس حركات، ثم قرأ ورش بالإشباع ست حركات وجها واحدا، بما أسلفتم كذلك هذا حكمه مد منفصل لوقوع الهمزة بعد حرف المد في كلمة أخرى، بما أسلفتم، قرأ حفص بالتوسط أربع حركات وقرأ ورش بالإشباع وجها واحدا، بما أسلفتم في الأيام. وهنا ننبه أحباب الكرام على سكون الميم وعدم غنها لأن بعدها فاء، ولقرب المخرج الميم من الفاء، طبعا هذا بعض الناس يقرأ لحنا يخفي الميم عند الفاء، يقول بما أسلفتم في الأيام، هذا خطأ ونبه عليه العلماء، قال واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرف، احذر أن تختفي الميم إذا جاء بعدها حرف الفاء، في الأيام الخالية قرأ ورش بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذف الهمزة للتخفيف، في الأيام الخالية، وهنا حرف الخاء وقع بعده ألف وهذا من أعلى مراتب التفخيم، الخالية، وليس هناك ضم للشفتين، لا تقول الخالية، هذا خطأ، الخالية، نعم بارك الله فيكم. ونستقبل معنا اتصال، عبد الله من السعودية، تفضل يا عبد الله. تفضل. نعم. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من سورتش. فأما من أوتي كتابه بيمينه، الآية رقم 19. فأما سورة الحاقة. سورة الحاقة. فأما من
أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. يا عبد الله اسمع تلاوتنا ومشاركة الشباب وتابع معنا في البرنامج، ونهاية الحلقة أحاول تتصل مرة أخرى يعني حتى تسمع القراءة أكثر من مرة فتتحسن تلاوتك. بارك الله فيك. جزاك الله خير. معنا عبر الزوم رحاب الشراط من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بارك الله فيك يا رحاب، نشكرك على المشاركة. ومعنا أيضا إلياس خالد من العراق. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا إلياس، تفضل. مرحبا بك. الله يبارك. أنا حفظت القرآن. ما شاء الله تبارك الله، لا أجعله ذخرا لك ولوالديك. لله ثم إليكم يا شيخ. ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظك بالقرآن إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أوتي كتابا بيمينه فيقول فيقول ها أم قرأوا كتابية ولم إني ظننت أني هاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بارك الله فيك يا إلياس، أشكرك على المشاركة وهذه التلاوة الرائعة. والديك نفع الله بك. معنا اتصال ميساء من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا
بارك الله فيك يا رميساء ولا ميساء. ومعنا مشاركة والأخ أبو إلياس عبر الزوم من العراق. تفضل يا أبو إلياس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بارك الله فيك يا أبو إلياس على هذه التلاوة. ومعنا عبر الزوم سيد لقمان من معنا اتصال. طيب معنا مجاهد جبريل من السودان. تفضل يا مجاهد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا مجاهد ضم الذال. أعوذ انتبه ضم الذال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بارك الله فيك يا مجاهد. لكن انتبه لتفخيم الخالية. طيب معنا عبر الزوم سيد لقمان من الهند. تفضل يا سيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية. يا شيخ سيد انتبه للإخفاء. إني ظننت نعم. إني ظننت أني ملاق حسابية. ملاق رقق اللام. ملاق نعم. ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نشكرك يا أخ سيد على هذه القراءة. وطبعا يعني السبب طبعا هو ليس من الأصول العربية ففيه بعض الحروف تحتاج إلى تمرس، لكن قراءتك طيبة نفع الله بك.
معنا مشاركة محمد أبو فراج عبر الزوم من مصر. تفضل. طيب معنا مشاركة خالد محمود من العراق. تفضل يا خالد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. خالد، بما أسلفتم في الأيام، إظهار الميم عند الفاء. بما أسلفتم في الأيام. لا لا، ما في ما في غنة، بدون غنة. بما أسلفتم في الأيام الخالية. بما أسلفتم في الأيام الخالية. أحسنت يا خالد، نشكرك على قراءتك وعلى المشاركة. ومعنا رميساء من المغرب عبر الزوم. تفضل يا رميساء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول. رميساء. رميساء، اقرأ من بداية الآية وانتبهي للنقل. فأما من أوتي كتابه بيمينه. نعم. فأما من أوتي. نعم. كتابه، استمري. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول. فيقول ها فيقول هاؤم اقرأ كتابيه. طيب اسمع مني. فيقول هاؤم اقرأ كتابيه. فيقول هاؤم اقرأ كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية. في جنة، مد طبيعي ليس فيه إشباع. في جنة عالية. في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. طيب يا رمساء، اسمع مني الآية الأخيرة وكرريها. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نعم. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام. هنيئا بما أسلفتم في الأيام. تقرين الورش في الأيام بالنقل. تفضلي. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. طيب يا رمساء، لابد تقرأي على معلم تستفيد منه في ضبط أحكام التلاوة. بارك الله فيك. ومعنا مشاركة بدر عبر الزوم من المغرب. تفضل يا بدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. يا بدر بدر بدر، أنت قرأت بتوسط البدل أليس كذلك؟ نعم قرأت بتوسط البدل. نعم. طيب عندك توسط بدل آخر، فيقول هاؤم اقرءوا كتابية. نعم. فيقول هاؤم اقرءوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية. راضية في جنة عالية. يا بدر. نعم. بين الضاد من الدال، فخم الضاد. راضية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بارك الله فيك يا بدر، حسبك. بارك الله فيك، نشكرك على المشاركة. ومعنا عبر الزوم يوسف من ليبيا، تفضل يا يوسف. طيب راح يوسف. معنا عبد الغني من إيطاليا، تفضل عبد الغني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بارك الله فيك يا أخ عبد الغني على هذه المشاركة وهذه التلاوة الرائعة، نفع الله بكم جميعا. إخواني أحبابي الكرام، سنخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شبا شبا الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بإذن الله تعالى نواصل المشاركات التي وردت في البرنامج معنا عبر زوم عبد الله حمدان من مصر تفضل يا عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا حبيبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية بارك الله فيك عبد الله نشكرك على المشاركة وهذه التلاوة الرائعة معنا أيضا عبر الزوم محمد فارس من الهند تفضل يا محمد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية
في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك يا محمد، هذا الأداء الرائع والصوت النذي، نفع الله بك. ومعنا اتصال سلمى من الجزائر، تفضلي يا سلمى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. يا سلمى. فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بارك الله فيك يا سلمى، نشكرك على المشاركة. ومعنا خالد عبر الزوم من مصر، تفضل يا خالد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. حفظكم الله يا شيخنا، يا مرحب بك، ربنا يحفظكم وبدعواتك يا مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. يا خالد انتبه إلى الحرف الميم المشددة، فأما من أوتي. نعم ماشي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. لا تفخم الغنة عند النون، التاء ظننت، ظننت الغنة مرققة. إني ظننت أن هذا تطنين للغنة يا خالد، هذا خطأ، تطنين للغنة، هذا منبه عليها العلماء، لا تقل ظننت، ظننت، ظننت. ها. إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بارك الله فيك يا خالد، نشكرك على المشاركة. ومعنا عبر الواتساب أبو عمر من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بارك الله فيك أبو عمر على هذه المشاركة وهذا الأداء الرائع، نفع الله بك. ومعنا مشاركة يوسف من الجزائر.
طيب معنا مشاركة رحمة من الجزائر. يبدو في أخطاء في المشاركة، لكن معنا مشاركة معنا آية. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بارك الله فيك يا آية. ومعنا مشاركة عمر ياسر من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بارك الله فيك يا عمر. ومعنا مشاركة عبد الرحمن الخلدي من السعودية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بارك الله فيك يا عبد الرحمن، ما شاء الله أداءك رائع. ومعنا أيمن عبد السلام من مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بارك الله فيك يا أيمن، نشكرك على المشاركة، لكن يبدو أنك صغير السن من الصوت وتحتاج إلى مراعاة في أحكام التلاوة، فالنصيحة تذهب إلى شيخ مجيد يعلمك أحكام التلاوة. بارك الله فيك. ومعنا عمر أبو بكر من مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أن ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بارك الله فيك يا عمر. ومعنا مشاركة بلال من المغرب. معنا مشاركة عمار عبد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم.
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت إني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فيك يا عمار، لكن يبدو أن بلا أم عمار وعمر وأيمن هؤلاء يحتاجون إلى معلم يعلمهم أحكام التلاوة، بارك الله فيكم. ومعنا مشاركة بلال من المغرب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. حسبك، بارك الله فيك يا بلال. أولا الملحوظة الأولى، يعني خفف الصدى أثناء التسجيل حتى يطلع الصوت يعني نقي. النقطة الثانية، لابد من مراعاة أحكام التلاوة ولا تطغى على المقامات الصوتية التي تقرأ بها، بارك الله فيك. ومعنا مشاركة أبو محمد من الأردن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بارك الله فيك أبو محمد، لكن في الأيام، لماذا هذا؟ في الأيام الخالية بدون تشديد. ومعنا نواف عبد الله من السعودية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بارك الله فيك يا نواف، ما شاء الله أداءك متميز. ومعنا مشاركة تقي الدين من الجزائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بارك الله فيك يا تقي الدين، ما شاء الله أداك طيب جدا. ومعنا مشاركة بدر من السعودية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بارك الله فيك بدر. ومعنا مشاركة أبو مالك من السعودية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بارك الله فيك أبو مالك. ومعنا مشاركة عبد الواحد من السعودية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بارك الله فيك عبد الواحد، ما شاء الله أدائك طيب. لكن في مثل هذه المناسبات لها أماكن خاصة تقرأ بها، لكن عندنا نقرأ بمرتبة الترتيل، يعني نكون أسرع حتى وقت البرنامج لا نفوت الفرصة على الباقين. وكان يقرأ بقراءة الإمام الكسائي. بارك الله فيك. ومعنا مشاركة أحمد عبد العظيم من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بارك الله فيك. ومعنا مشاركة أحمد صلاح من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
وكان ختامه مسك مع هذا القارئ المتمكن ما شاء الله الأخ أحمد. ونشكر جميع الأخوة المشاركين والمشاركات، ونشكر فريق العمل، ونذكر بورد الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى من الآية رقم 25 إلى الآية رقم 37 من السورة المباركة، ونلقاكم على خير بإذن الله. وحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا، هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن، يا حامل آي النور فتاه.